الفوز في هذه المباراة، وخاصة فريق الأهلي يلعب على أرضه بين جماهيره. محاولة لمصلحة الفريق المصري. أبو تريكة الآن يعكس كرة عرضية، فرصة الهدف الهدفي بكرة راسية عن طريق عماد متعب. أبو تريكة بالمقاس، هي كرة وعماد متعب يتمكن من التسجيل بكرة راسية مع كمان يخالف شباك الحارس سفيان عز الدين لتهتز مدرجات ملعب القاهرة. الأهلي يعلن عن تقدمه في هذا اللقاء، وعماد متعب يقول كلمة التفوق، فرحة كبيرة. ينتظر مساندة، انطلاقة للاعب الحيوي أحمد فتحي، عرضية من أحمد فتحي، عماد متعب الهدف الثاني. عماد متعب، هي الثنائية لعماد، هي الثنائية لهذا المهاجم الخطير. مر الكرة باتجاه أحمد فتحي، أحمد فتحي يرجع للكرة وعماد متعب يسكنها داخل الشباك. ثنائية لهذا الهدف للمهاجم المهم عماد متعب، يتمكن من زيارة شباك البنودية للمرة الثانية، هذه المرة بتسديدة قوية تسكن الشباك. الأهلي يتقدم 2